كتير قصص أكتر بيساعدونا. في فنانات بيعملوا هذا الشيء؟ هلا من ضروري فنانات. بتعرفي فنانات هيك شيء بيعملوا؟ إنه في كتير ممكن، بس حرام ما بيبقى عندهم غير هيدا السلاح يلي هو جسمهم. في فنانات ما صار له مجال يروحوا يتعلموا. أنا بدي أعرف إيه ولا لا. إيه أكيد بعرف قصص كتير فنانات هيك بيعملوا. شو؟ بيعملوا لحتى يأذوا فنانة تاني. أنا في فنانة لحتى توقف لي أغانية وكليباتي بأول مسيرة الفنية حاربتني بهيدا السلاح. هي اتهمتك انك عم تعملي علاقات، يعني عم بتقومي بعلاقات جنسيه بهذا الترويج نفسه. لا هي كانت عم تعمل هيك. هي كانت عم تعمل علاقات جنسيه، عم تعمل هيك من شان تأذينا. بتعمل شو هيك يعني؟ يعني تستعمل علاقات جنسيه بهدف. كانوا الرجال يخبروا اجت فلانه صار في نعمل علاقه، وكانت تطلب منه بالمقابل بليز ما تدعموا الفنانه دومينيك وما تنزلوا اغاني على الراديو وما تنزلوا فيديو كليبات على التيفي. هلا خيفاني من الجواب؟ خيفاني هلا من الجواب لهذا السؤال؟ لا كثير مرتاحه. بنحط الجواب ولا ما بنحط؟ حطيه اذا غلط بتكون كذابه الماشين. طب ليه ما بتكوني انت كذابه مش المكنه؟ لا ما وهيدا منه وارد ابدا. طيب خلينا نشوف الجواب. يمكن انه ثلاث ارباع العالم بتعمل هيك، بيكونوا مفكرين انه ضايقتي؟ انه انا هيك ضايقتي؟ ابدا لا، كثير مرتاحه باجابتي لانه بعرف حالي، بفضل بدفع مصرياتي وما خلي حدا يستعملني او يعني ياخذ روحي وجسدي كرمال شيء. صح صاير لي انه اعمل هيدا الشيء بمصرياتي.